السلام عليكم ورحمة الله. إخوان مرحبا بكم في قناتكم تربية الكزاكيت والسمان وباج فيسبوك كوفيز داو. مرحبا بالجميع إخوان. عندنا هاد 63 دجاجة و 12 الفروج إن شاء الله بإذن الله. غادي يمشيو اليوم لمدينة فاس. السيد راه جاي اليوم وغادي نبيعو لسبب ديال أصلحو وأيضا غلاء الأعلاف. خليكم معي. هانتوما الإخوان. ما بقى والو غير شي ربعة الفرارج اللي خلى لي السيد. بدا نتاوي كاملين وبدا معاهم الفريرجات. كما قلت لكم الاخوان غادي نعاود الانستالاسيون ديال هاد البلاصه. غادي ما نقولش لكم دابا شنو غادي ندير حتى تشوفوا داكشي كامل. باش ندير لكم فيديو خاص غادي تعاود هادشي كامل تقد الامور. دابا الفيومي حيدناه، باقي لنا الخليط ان شاء الله غادي نحيدوه. فيومي الذهبي كذلك غادي نحيدوه. كلشي غادي يتحيد باذن الله وغادي نعاود لانستالاسيون ديال هادشي كامل وغادي نبدا من جديد باذن الله. هادشي اللي كاين. وقبل نمشيو نشوفوا الفقاصه ديالنا ديال السيد. هو جاي دابا ندير ماريولو الفقاصه ديالو حيت اليوم تبرزت مع الكليان. داو عندي الدجاج وعندي السيد جاي عندي حتى هو يدي فقاصو ديال 1056 وعندي الكومود ديال الفقاصات. المهم تبرزت شويه هاد الايامات داكشي علاش ما كنجاوش بزاف في التليفون. غتلاحظوا الاخوان اني ما كنجاوش بزاف في التليفون في هاد الوقيته هادي. من الاحسن انكم تخليو لي ميساجات في واتساب. راه دائما كنت نقول لكم اللي ما جاوبتوش يخلي لي ميساج في واتساب. راه كنسالي الخدمه تندخل تنبدا نجاوب الناس خصوصا في العشيه. في العشيه ملي تنسالي الخدمه راه كنجاوب. ما يمكنش نجاوب وانا تنكون خدام. لذلك الاخوان نتمنى انكم تخليو لي ميساجات في الواتساب. اللي خصو شي مساعده خصو شي سلعه شي فقاصه خصو البيض اي واحد خصو شي حاجه يدخل عندي غير الواتساب يخلي لي ميساج وغادي نجاوبو ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم. نمشيو للفقاصه ديالنا نشوفوها. قبل ما نمشيو ها هو الخليط ديال السلالات. خرجهم هنايا. اللهم بارك الله يسخر. نمشيو نشوفوا الفقاصه ديالنا. السلام عليكم اخوان مرحبا بكم. كما كتشوفوا عندنا هاد الاضافه هذه زدناها. هانتوما كما كتشوفوا هذه الطبله ديال الصنادق. يعني كتحط فوق منها الصنادق ما كتحتاج لا حتى شي حاجه باش تبقى مكفصه. كادي كتمشي مع الفقاصه. هذه زدناها للناس. وكما كتشوفوا هنا اخوان هذه فقاصه 1056 بيضه. دابا مولاها غادي يجي دابا غيديها ان شاء الله. شن ديماريو الفقاصه عندنا. يعني كما كتشوفوا كنديماريو الفقاصه عندنا كنسييوها كنشوفوا كل شيء. انا كنجرب المسائل ديالي حتى كيجي السيد عاوتاني كنسيي معاه كل شيء قدامه باش كيعرف باللي راه الامور كلها مقاده مزيان. هادشي اللي كاين الاخوان. قضيه واحده الاخوان نوصيكم دائما حيت وقع واحد المشكل عندنا في واحد الفقاصه. الحمد لله الفقاصات كاملين اللي بعنا ديال 1050 كلهم عطاو نسبه مزيانه. وقليل اللي غايقول لك وقع لي مشكل في واحد الفقاصه. ما كاينش اللي كيقول الا لاحظتوا في الفيديوهات ما كاينش اللي يقول لك راه واحد الفقاصه عطات نسبه ضعيفه. حتى واحد ما غايقولها حتى شي حرايفي ما غايقولها حيت يقولوا هذاك الشيء اللي مزيان. وقع لنا مشكل في واحد الفقاصه وهذا مشكل يعني مولاه هو اللي دارو. دائما هانتوما شوفوا اللي كياخذ عندي الفقاصات الميكانيزم تدار على اليمين حيت الحساس ديال الحراره والرطوبه ها فين تنديرو. ديما خليه بعيد على البيض. هذا مزيان. لكن الاشكال اللي وقع للسيد بسبب هاد بسبب الصنادق اللي غادي يدير. شد الصنادق بلاصه قلت له ديرهم على اليمين شدهم هو دارهم على اليسار. جابهم تحت هاد الاكستراكتور وكملت السيفه الاخرى طولها هنايا. قال لك الاكستراكتور كالات ومن بعد حتى شفت التصويره عاد شفت الغلط اللي دار. هو الميكانيزم تيدور كما كتشوفوا داير 10 دقائق باش كنسييه. دابا يلاه بدا راسو تيدور. ها لاباري ديالنا كما قلت لكم الصنادق كيجيو بحال هاد الشكل ديال الميكانيزم. هاد ليسباس خصو يبقى خاوي. هذا راه النظام الالماني ماشي نظام القريه. ولكن حنا كنبعدو كنحاولوا نبعدو على الحساسات ديال الرطوبه والحراره. حيت المشكل اللي وقع ان الرطوبه ما طلعتش للفوق وبقات خدامه الاوبوديفيكاتور كدير البخار ولكن ما طلعتش للفوق. ما طلعتش بقات مبلوكين هذوك الصنادق. ولكن فاش كنديروا الصنادق على اليمين تتلقى منين تطلع الرطوبه وكتقرا لينا في لافيشور بلي الرطوبه كاينه 75 وكتقطع. فاش ما كتقطعش هذا راه مشكل. ردوا البال لهاد القضيه. الا ما قطعاتش رد البال. المهم هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى تكون عجبتكم الفقاصه. كما كتشوفوا الثقابي ديال التهويه كاينين جوج. كاينه وحده تحت الفرفاره وكاينه وحده جنب على اليمين. هما الثقابي ديال التهويه تيكونوا جوج وحده على برا وحده من الداخل. راه كيتحلوا بجوج.
ثلاثه البيزاكراش كيف العاده. يعني الفينيسيو ما نهضروش عليه، خدمه راه متقونه كما كتشوفوا. الفينيا فينيسيو ما تنهضروش عليه، خدمه ما شاء الله. الله يسخر الجميع، وتحيه لكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.